بي توقفت في جيبس اللي زاد. توقفت. علاش؟ توقفت في جيبس في جامعة الدربي احنا وزليزة. صارت مشكلة فهمت، وانا وقتها كنت معناها عنصر بارز في الملعب الجيبسي. اي. فهمت، صارت مشكلة مناوشة انا والعيد، توقفت زاد كيف كيفه. مقطع بالدربيات، توقفت في الدربي، غادي توقفت في الدربيات. اي، ظهرت بالدربيات. ظهري بالدربيات. من الجمهور. شنو هي صار؟ صارت مناوشة انا وواحد، الطفل هذايا من جابس وليد من عائلة أحباء. من عائلة محترمة برشا. من الأحباء. اي. من عائلة محترمة، كي نقول لك من عائلة محترمة. وجايبك ليه يا عبد السلام؟ تو انت من يعبي من يعبي، وجمهور جمهور، كل واحد في قدره معناه. باهي اسلام، اخا نقول لك حاجة، شوف راهو انا وياك مانيش كيف كيف نخمم، وواحد حتى سوا بعيد ومش كيف كيف. نزيد نرجع لك، راني متكون في حومة شعبية وكذا، وعشت برشا حاجات وشفتهم بعيني، ما نحبش انا شكون يجيني واحد، حتى واحد ما يرضى واحد تتسب امه ولا يتهان ولا ياكل كفه. ما راهو جهات في تونس جمهور يجي يعطيك كفره عاديه. يا مرتزق يا اللي بيك يا اللي عليك، وتسكت خاطر تاكل في خبزه. انا من العباد مانيش منهم هذاكم، مش من الملاعبيه اللي سبك جاوبته سيد. سي نورمال اخي، وهربته جاوب مو جاوب. سي نورمال، هو مديد وانا مديتيش. شكي بيك توقف المعامله بالمثل. لا من بعد تفضت الامور ما توقفتش معنا. لا توقفت. وانت من غدوه، وعلى فكره وقفها معايا جمهور ملعب الجيبسي. هو نورمالمون طفل ولدهم. المشكله هذه اللي فيها يوسف التويتي ولا حاجه اخرى؟ لا يوسف هذيك حاجه اخرى، هذيك ماتش اخر. ماتش اخر ديما مسيرتك ارتبطت بمشاكل برشا عبد السلام. علاش؟ منك انت ولا من هم؟ منك انت. تحب صحيح انا تعترف دمك سخون شويه. خمشتها برشا. كان جيت كي برشا ملعبيه من نجم نعمل كارير مخير، اما بصراحه زودت لها شويه لكن ان شاء الله معناها في المستقبل، معناها حاليا مع شنو صار مع يوسف التويتي؟ يسري تويتي وقتها هو دزليزة فهمت؟ اه ويلعب معاك في ملعب الجيبسي. فوالا، وانا كور في الملعب الجيبسي. صارت مناوشة جمهور زليزة واحنا جمهور ملعب الجيبسي. جمهور زليزة قال لي انا وقتها في الجمعة هذيك موقف. وطلعين غنية سو سو بوحوش حبسو وكلو هذيك، وانا عملت حركة وهو لابس فرد مريول معايا خاطر ولدي. قال لي كيفاش؟ عملت جس خايبة الجمهور انت؟ ايه. كلا على ترد الفعل. قلت له انت خي لاباس؟ قلت له خي انت مع شكون؟ معنا ولا معاهم؟ قال لي ليه راهو. قلت له مالها وكذا وكذا. ثبيته. فما حاجات ما راجعهاش تالي، بالاخص على جمهور ملعب الجيبسي، خاطر انا لبس مريول ملعب الجيبسي وقت. والملعب الجيبسي راهو باش نقول لك راهو اسلام بالحق في القلب الملعب الجيبسي. تحب برشا ملعب الجيبسي. على الاخر. على الاخر نحبهم، خاطر اللي عملوه معايا دخلوني حتىش لديارهم، بيت معاهم. عملت برشا مشاكل زاد غادي. تعرف ايه. محمد الشيباني زاد اللاعب مستقبل جيبس. كيف كيف هذيك اول ما مشيت الجيبس وقتها صار. علاش؟ صارت مناوشة، لعبنا دربي وعندي دربي مسجل. تعركت انا وياه في التيران، هو خاطر هما عندهم زليزه واحنا بوحوش منا في الملعب الجيبسي. تعرف حتى صحة الابدان كانت خير انا فهمت كذا وجان. حتى ما شاء الله عليك. ايوا جان. صارت مناوشة كيف كيف في اللعبة ضربته بدماغ الحقيقة. وفات غادي نهار الثلاث. اي. ويجيب لي خواته وعائلته وجمهور الزليزه. هو يقول يحكم كان غادي في جيبس. شوف كل واحد في حومته بي. باهي جاب لك ولاد حومته. خوه ولاد حومته كذا، مع العلم اللي جماهير ملعب الجيبس وقتها وقفت معايا. وقفوا معايا باش ما نذكرش الاسامي، اما وقفوا معايا فما هشام اي مش مشكش عندنا فيها. فهمت؟ ما تطورتش الحكايه هذه وقفت غادي؟ لا تطورت شويه، لكن انا بعد كي جا الامن وكذا انا علاش قلت لك راني مانيش كيفك الملعبيه اللي عادي. حبوا يعملوا لي كل طرق باش يبعدوني من جيبس وقت. يجيني جمهور معناها مستقبل جيبس يعمل لي في المشاكل، وانا زدت بالعاني خاطر انا كنت نجم نساكي ونروح. تشفي البلاي انت. قعدت غادي. قعدت غادي ونترينا ونمشي ونجي ونتعدى قدامهم وعادي على الاخر. فهمت؟ باهي تواصلت المشاكل في اريانا زاد. هذيا قالت لهم اسكتوا. اريانا. طلعت المحب بحجر الجرادان. صحيح. علاش قلت لك زودت لها شويه في الكارير. برشا مو شويه. برشا. علاش نقولوا عبد السلام بوحوش تربت اسمك بالمشاكل؟ انت ما حكولكش انا في التيران شنو كي نكور معناها رجال. ونعطي حق الناس، ومع العلم على قد ما معناها حتى كي نعمل مشاكل مع جمعياتي عيطوا لي جمعيات. علاش؟ علاش مثلا؟ علاش؟ علاش؟ تو انا يعرفوني مشاكلي.
نكور ماتشواتي الكل. هو نورمالمون عبد السلام كنت كور عامل لاحية أنت ومدين ومتقي نورمالمون متبعد عن ما تكون حدك حد روح. هنا في البلاد هذه يخرجوك مش من يخرجوك من تحت الأرض. حتى الكلام عبد السلام سامحني يقولوا حتى الكلام تقول الكلام خارج عن نطاق برشا. كلام زايد معناها. حتى أكثر. كلام زايد. سب الجلالة مثلا. لا 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 أقسم بالله ما هذاكش مازال. مستحيل والله العظيم لا ما تعرف باش يطلعوا عاده وكذا لا لا هذيك حاجه ما نعملهاش يقولوا عامل لحيه ويسب الجلاله مثلا لا اقسم هذيكش مزال عاد كلام زايد كاو ساعات تخرج كلمه وقتها زايد برشا وساعات من الغالب معناها تغشش لكن فهمت ما قلقوكش قبل من النظام السابق على اللحيه سيرتو قبل الثوره بالطبيعه قلقوني شنو صار في جندوبه قلقوني كان في جندوبه قلقوني في بعض تعرف انت الامن قبل كيفاش كان كابس وكيفاش وفهمت ايش بيك تلبس هاو الخاتم على اليمين شنو هي حكايه الخاتم على اليمين والمنقاله على اليمين اللي كانوا قبل والحمد لله الاخر مشى وانا نلبسه على اليمين معناها شنو هي الحكايه شنو هي الخاتم على اليمين والمنقاله على اليمين تعرف اللبس على اليسار انت قبل لك تعرف انت الامن في تونس قبل كيفاش يتعامل اي حتى تكح انت على اليمين يقول لك علاش كحيت على اليمين من اهل اليمين معناها تدي موي معناه يدرعوا لك اخواتك علاش تلبس في الجبه؟ علاش انت هكا باليمين؟ انا الكتب اللي تقرا فيهم انت مع شكون تمشي؟ وهو في نفس الوقت الامن في تونس يعرفك في دارك، دارك شنو هو تاكل؟ وقفوك برشا مرات على الحكايه هذه بتاع اللحيه. فما سته سبعه ثمانيه مرات. تمشي وتروح ولا تلبت حتى؟ شوف ايش نقول لك حاجه. مشيت مره برك انا معناها في المركز. في جندوبه قلت لك، علاش قلت لك في جندوبه؟ الأسئلة هذه وكذا، أما في الشارع بالطبيعة يوقفوك ساعات وكذا، أما كي يعرفوك معناها كذا ما عاد شخص راني الحمد لله توا حاليا في المركز هدوك صاروك تهديدات؟ لا لا أنا خاطر عرعور، أنا كان باش يقولوا لي حاجة باش نقولها لبرا فهمت؟ مادام يعاملوني باحترام باحترام عاملوك؟ لا لا الحقيقة، عاملوني باحترام فقط أسئلة ولا واحدة روح؟ أسئلة وهذيك حاسين يدرعوا لك خواطر علاش؟ تصلي الصبح حاضر واحد أسئلة ذوكم فوالا شوف حاليا معناه يملوا منك خاطر يعرفوك فما عباد شوف يطلعوا فيك تيكيات وهاو هاو تونس الكل انا اسلام يعرفوني نزيد نعاود لك تونس الكل يعرفوني نحب السلفيه ونحب السلفيه الدعويه الى حد الان عادي على الاخر ما عنديش مشكل انت قلت لي قبيله عامل لحيه وتسب وكذا وكذا مانيش شكل معناه من انت قلت لي هكا ولا قلت لي راك عامل لحيه وتقول في كلام ساعات نخرج مع فهمتها تسير لكن هاني قلت لك انا يعرفوني نحب السلفيه الدعويه ما عنديش مشكل تتحول في التيران هكا لا عاديه عاديه احداث السفاره كنت موجود غادي احداث السفاره مشاو الناس كل السفاره سفاره امريكا مشاو مثقفين انت شهزك ملاعب يكون مش نقول لك حاجه انا مشاو مثقفين خلينا نكمل لك مشاو مثقفين مشاو محامين مشاو ملاعبيه كره قدم مشاو سياسيين انت مع شكون مش يركز باش يركزوا مع عمك بوحوش وقت حس صاير في البلاد وكذا وبوحوش عامل لحيه وفي الوقت الثوره هذيك عاملين الحي مش كيف توا توا الملاعبين تاع تونس الكل عامله الحي والكلها تصلي والكلها تصلي في الفجر حاضر وما صار شيء وما وقتها صار تاك البوليتيك وهزوني انا في الافام وبارك الله فيهم جماعه نسمه بطبيعتي انا وقتها قمروني اما انا قلت لهم وقتها شنو قمروك؟ صوروك شنو المشكل؟ اي معناها انت غادي يصوروك يخدم في خدمتهم اما انا والى الساعة هذه والى الثانية هذه كان تجيب لي تصويرة اللي انا عملت حرقت ولا كسرت ولا عملت مشيت وقفت ولا واحد من بعيد انا علاش مشيت انت اصلا؟ مشيت معناها كيف الناس كل الهدف نتاعك شنو؟ كل واحد ماشي غادي عنده هدف مشيت واقفة كيف الناس كيف قلت لك واقفة علاش الهدف نتاعها شنو؟ وقتها صارتك كيفاش عملوا كل الفازة نتاع رسول الله لكن صار اكثر من وقفة صار تخريب لا ذيك شوف انا نتحمل مسؤوليتي وقتها كان عملت الدليل هاني بحذاك صار تو انت الامن تاع تونس والمخابرات واستنبيتهم ودنيتهم فما جريده عبد السلام في العين نتاعها هبطت تصويرتك انت باللحيه وكتبت بوحوش ارهاب اي هذيك 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 هي هذيك نلعب انا مع قفصه ضد حمام لمفي بن عروس ماتش قيمت من غدوه الناس كل كلموني بوحوش تريت تصويرتك كذا وكذا ارهابي شنو الحكاية قلت مشيت خذيت الجريدة هاكا نشوف الباج معناها من قدام نلقى بوكذا حاسين كي قريتها عنوان آخر أنا اللاعب عبد السلام بوحوش جماهير حمام لمف تنعت به يا إرهابي يا إرهابي هو ما ردش الفعل وسكت ما عليك الكلمة تعرف إعلامنا عادة ما شاء الله
شنو يسوى شنو بيه علام؟ علامنا معناها هيك بحظة علامنا ليه علامنا البيه؟ ليه فما عباد راهو كيف الوجوه ليه؟